خد بالك من الكهرباء. ده ايه المفاجآت البوليسية دي بقى؟ كان عندي معاك جنبكوا هنا وخلصت. قلت اجي اشوفك شوية. بس انت بقالك كتير قوي ما جتش موقع. مش لاقيكي في أي حتة تانية. أعمل إيه؟ حصل حاجة ولا إيه؟ يوه حصل حاجات. أستر. حاجات كويسة. بس خانقاني شوية. يصعب هناك؟ عجلة بطن أمك. بالظبط كده. بصي انت وحشتيني وكان نفسي اشوفك مش ملاقيك مش عارف قلت اعدي عليك شويه. طب ده انا فهمته بس انت بتقول في حاجات حصلت كتير صح؟ ايه بقى ايه اللي حصل؟ وحشتيني مش عارف اشوفك مش عارف الاقيك في اي حته قلت اعدي عليك شويه. مش عارف ليه حاسه انك بتقتحمني بتقتحمني باصرار. بس الغريب بقى مش مقلق. بس مش معنى كده ان انا مش بقلق، لا انا بقلق وبتوتر كمان. بس للاسف مش عنديش مانع. طب ليه للاسف؟ وانا مبين قوي كده؟ لا. بقول لك ايه؟ انت مش جيت؟ خلاص. مش كده؟ نتعامل مع الامر الواقع. طب طالما هنتعامل مع الامر الواقع، ما تيجي نروح نتعشى بعد الشغل؟ لا النهارده مش هينفع. ممكن اعرف ليه؟ دي اسباب خاصه. يبقى نشرب شاي. بكري امور يا باشمهندس. كباية شاي للباشمهندس. سكرك ايه يا باشمهندس؟ سكري نيلة. زي ما سمعت. تحت امرك يا باشمهندس. طب ممكن تهدى بقى عشان تعرف تاكل لقمة؟ يلا. هو ليه كل الناس الزبالة بتبقى مظبطة نفسها كده؟ عشان هي الدنيا كده، لازم يبقى فيها الظابط وناس الزبالة اللي انت بتقول عليهم دول. والله انا ما بقتش فاهم حاجة فاهمين خلاص. لا يا عمر، انا عارفاك كويس انت فاهم. بس لما بيكون في حاجة شغلك في دماغك ولسه ما قفشتهاش تفضل عامل نفسك كده، عامل نفسك مش فاهم. ايه الكلام الكبير ده؟ ايه يا استاذ؟ انت فاكر فريده دي مش حاسه بيك ولا ايه؟ انا اعرف بس ان فريده دي احلى حاجه في الدنيا كلها. وانت كمان. ثواني ده ايمن. ايوه ايمن. ايه ازاي يعني يا ايمن؟ وكل مره حصل ازاي يعني الكلام ده؟ احنا فين هنا؟ كمل انت فريد. ايه ده يا عمر؟ يا عمر هاي ماتت؟ لا الحمد لله، فوت العمليات. الحراسه بتاعت الترحيلات كانت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. البهوات العباب الاسم كانوا نايمين؟ نفس اللي حصل المره اللي فاتت وكانه كوبي. لكن المره دي استناها وهي خارجه من باب الاسم. عدى موتوسيكل عايز يضرب نار. طبعا القوه ما عرفتش تضرب عليه نار لان كان الشارع كله زحمه. انا مش فاهم، الناس دي خلاص ما بقتش بتخاف ولا ايه؟ كل حاجه وليها تمن يا عمر. قدر الله ما شاء فعل يا عمر بيه. حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا حاضر الواقع. جاي مع موكلتي اللي بقت مجنى عليها دلوقتي كمان. حضرتك يا عمر بيه، موكلتي اتضربت وهي بتترحل من اسم الشرطه وقدام حراسه ظباطه. اتفضل يا باشا. فضحتنا بقت بجلاجل. لا ولسه. طب اتفضل يا استاذ على اسم، هنكمل المحضر هناك ان شاء الله. شكرا. شكرا. تعالى. هروق بس، تعالى نشرب قهوه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على عزيزة، يا صلاة الزين. مين؟ أنا ميرفت يا معلم.
تعال يا مرفت. ازيك يا معلم؟ الحمد لله، عدل وفضل. انت نازل ولا ايه؟ رايح كده مشوار طويل، يمكن ابات يعني مصلحة، وربنا يسهل واعرف اقضيها يا رب. طب امي يا معلم هتعمل معاها ايه؟ كل خير يا بنت. انت الاستاذ حليم كان عندها وطمني عليها. امال ايه؟ وكلها يوم ولا اتنين وتاخديها في حضنك. بجد والنبي يا معلم؟ طبعا يا بنت، انا ليا بركه لامك. طب ما ينفعش والنبي اطل عليها؟ تطل على مين يا بنت؟ هي محبوسة عشان تطل عليها؟ دي محجوزة على ذمة قضية. الله، وإن شاء الله بكرة أو بعده هتخرج. رجالتنا بره عاملين اللازم وأكتر، بيروحوا لها بأحسن أكل وأحسن شرب، ومعاها فلوس تشتري بيها مدرية كلها لو جالها شوق. ربنا يسترها معاك يا معلم. بقول لك إيه والنبي يا معلم؟ والنبي ما تزعل مني من اللي أنا قلته. أزعل؟ انسي انسي. واحدة مطرحك لو سمعت الخبر ده كانت عملت أكتر من كده 100 مرة. احنا جاهزين يا معلم. صباح الخير يا رجل. صباح النور يا سيدك. طيب أسيبك يا مرفت، بكرة ولا بعده بكتير هرجع، وإن شاء الله لما أرجع هلاقي إحسان مستنياني، وهعمل لها حفلة أجمد من حفلة رأس السنة بكتير، ونجيب طراطير وحاجات بتطير وهنهيص. يا رب. طيب أسيبك هنا، خلي بالك من نفسك. سالك هيوصلني المطار ويرجع، أي حاجة عايزاها اطلبيها. طلبات مرفت أوامر مني أنا يا سالك. معلومة يا سيد المعلمين. يلا سلام عليكم. ربنا يسلمها معاكم. تسلمي لي يا بنت الغالية. يلا هاتي حاجة. الو، قولي الاول انت لسه في شرم ولا اتنقلت؟ يا كلاب يا كفرة، لم الدور يا مرفت هتودينا في مصيبة. مصيبة؟ هو في أكتر من اللي احنا فيه ده مصيبة؟ أنا كان قلبي حاسس، قلت لك إن هو واطي ومالوش عزيز، وأنت كمان واطي زي. الله، طب أنا مالي؟ طه عشان أنت كنت عارف من الأول وما قلتليش. ياما يا حبيبتي، ياما أمي ماتت وأنا قاعدة هنا مستنياها ترجع. بقولك ايه، انا لازم اخرج من هنا حالا، لازم اخرج. بس بقى هتخرجي تروحي فين؟ في داهية. شفتي؟ عشان كده ما رضيتش اقول لك من الاول، عشان كنت هتفضحينا وتجرسينا وتدفنينا مطرح ما احنا واقفين، وهنبقى لا طولنا لا عنب اليمن ولا بلح الشام. اكتمي بقى لحد ما ادبر امري. انا عايز اعرف امي جيرانها ايه يا سيدي، عايز اعرف اذا كانت عايشه ولا ميته. معقوله يعني كده خلاص امي تروح في تيس من غير حتى ما امشي دفنها؟ يا ست الشر بره وبعيد، الوليه في المستشفى ومفيش اخبار، لا بخير ولا بشر. خلاص يبقى انا لازم اخرج من هنا عشان اعرف جرالها ايه. اخرج بس بالعقل. لا انا لازم يا اخويا اخرج دلوقتي حالا. خلاص هتخرج. الله، النبي يسالك، النبي يسالك دبرني ليك. انا ماليش غيرك دلوقتي يسالك، انا بجد يسالك ماليش غيرك. ليش يا مرفت؟ هتخرجي، سيبيني بس كده افكر وهظبط لك الدنيا. خلاص انا هطلع غير الهمه اللي عليا لغايه يا اخويا ما تتصرف. ما ينفعش. يعني ايه يعني؟ هي رش انك خارجه. خلاص مش مهم. طول ما انا راجع في الطريق بعد ما وصلت امريكاني، وانا دماغي عماله تودي وتجيب، عماله افكر لك في اي فكيره تخليك تبردي نار. وبعدين يسألك لازم نصيب. يعني يا اخوي انا مش فاهمة حكايتك. يعني لازم تحصل لك مصيبة تخلينا نخرج هنا قدام الكل وبعلم الكل من غير ما نكلم امريكان. خلاص اعور نفسي. ما ينفعش، جرح المطوى سهل، ممكن الدكتور يجي هنا ويداويه. يعني اعمل ايه يعني يا سالك؟ اولع في نفسي يعني؟ حاجة شبه كده. خلاص هولع في نفسي او حاجه تانيه.
حاجة زي ايه؟ امك عندها سلاح. عندها خرطوش. حلو، هتخرج انت دلوقتي وانا شوية هخرج وراكي، هتمشى لحد الفيلا، واول ما اوصل هناك هديكي رنة، اول ما تجيلك الرنة اضربي نفسك في حتة ميتة. ميتة ازاي يعني؟ هنا هو يعني كده في رجليكي، عايزين يعني وانت بتنضفي السلاح وقع منك على الارض طلعت منه طلقه بالغلط. ايه هتقدري ولا اروح للحل التاني؟ اللي هو ايه؟ اللي هو اخرج انا واعرف الاخبار واجي اطمنك. لا يا اخويا انا هخرج معاك، سلمها لله ونعم بالله. نرفع طربيش المصورة من رجلك يا والله ارضى عليك يا. يلا يلا استنيك. الحمد لله على السلامة يا سيد بيه. الله يسلمك ويهنيك يا حلوة. أهلا أهلا. اتفضل معايا. اتفضل. معلم امريكاني منصور بيتوفى من كام يوم. لا اله الا الله، وايه الخبر اللي عاكل الواحد؟ انت قهرتني يا باشا. الباهي ياض على الصبح. ياض هتعترف على كل حاجه، هتعترف على كل حاجه. ياض انا سالك، ياض هتعترف على ايه؟ هتسلمنا على طول كده؟ في اسالك وانت كل مره تعمل في الحركات دي يا اخي. ايه اللي بتهببه على الصبح ده؟ بفطر يا جدع. تفطر؟ ياض بقيت تخين وبقيت دبه وقد كده يا عم. يعني كنت هبقى هطلع مود الاعلانات يا عم. خد افطر معايا. صباح الفل. صباح النور يا سيدي. هات ياض ولاعه. خد يا عم. يا عم تيجي كده. تعال معايا يا دكتور.
معلش عامل ايه دلوقتي؟ في وجع جامد قوي يا دكتور. معلش هو عشان تأثير البنج بس بدأ يروح شوية كده، يخلي الممرضة تديكي حقنة مسكن وإن شاء الله هتعرفي تنامي كويس النهاردة. يا دكتور أنا عايز أمشي، أنا مش جاي هنا عشان أنام. بكرة الصبح ميرفت إن شاء الله تمشي وتبقي زي الفل. على فكرة كويس قوي إنك جبتها بسرعة وما طلبتنيش، لأن الشظية جاية في مكان خطر جدا في رجليها. الحمد لله ربنا يخليك لنا يا دكتور. الحمد لله ألف سلامة. ده تلج. ما تردش. لا ما ينفعش، مش عايزينهم يبتدوا يحسوا بأي حاجة من دلوقت. انت ايه لسه ما جاش يا ميرفت؟ ماشي اللي تشوفه. الو ايه يا زميلي؟ لا كله تمام الحمد لله لحقناه. بقول لك ايه، الله يكرمك اوعى تقول للمعلم اي حاجه لحد ما نرجع والدنيا كلها تتظبط. ها مش عايزين نخد الراجل، كفايه اللي هو فيه. ماشي يا اصلي، يلا سلامي لكل اللي عندك. سلام. واخدة المطوة دي ورايحة على فين يا رباب؟ نازلة قبل الكلب اللي اسمه تلاع. انت مش بتقولي ان الضابط اللي اسمه ايمن هيروح معاكي؟ ايوة يا عمتي، بس الاحتياط واجب. احتياط واجب من ايه؟ انا عايز افهم. الضابط معاه فرد بس حابة واقف بعيد. واقف بعيد بس عينه عليك طول الوقت. ما تضمنيش يا عمتي. ما اضمنش ايه يا رباب؟ انت بتوغوشيني كده. اهو ما تضمنيش وخلاص، وانا لازم انزل دلوقتي عشان ايمن بيه مستنيني. استهدي بالله يا رباب، ارمي المطوه اللي في ايدك يا حبيبه قلبي وارمي حمولك على اللي خلقك، ما تقعديش ترازي مع الخلق. احنا غلابه اللي ملناش حد. ونعم بالله يا عمتي، ونعم بالله، بس احنا خلاص اترازينا يا عمتي. خلاص يا عمتي ما عادش حد له امان، والهم والنكد هيفضل راكبنا ورانا ورانا لحد ما ربنا يفرجها. ادعي لي ادعي لي. طب لما تخلصي كلميني عشان تطمنيني عليكي. حاضر يا عمتي. مش وسامحيني والسماح، انت كنت عايز تعلم عليا في المنطقه وفي اللي جاي من حياتي. بقول لك يا ابن الحلال، انا خدت اكبر كف منك في حياتي، والكف على الوش يعدل. معلش انت عايش فين يا حبيبي؟ والله صحيح البرشام اللي انت بتاخده اللي حاسلك مخك وخلاك في حته تانية خالص. بقول لك يا رباب، ربنا بيغفر. ربنا كبير يا حبيبي وقادر يغفر، انما انا حي الله وليا ما بقدرش يا اخويا غير على اللي يقدر عليا. بقول لك يا رباب، ده احنا متربيين في حجر واحد يا بيت. طب كويس انك فاكر، انا بقى ما نسيتش. شوف اللي نسي. انا ما نسيتش اقسم بالله، وجاي بعيده تاني اهو. قال ما لا ياسو. بقول لك يا واد، انت جاي تخلص ولا تحور؟ اخلص اقسم بالله. خلاص يبقى نقول الخلاصه. الخلاصه عايز ننسى؟ يبقى تنسى انت كمان. انسى يا رباب. تنساني يا ابن منطقتي؟ ما ينفعش يا رباب، من واحنا عيال صغيرين وانت بتاعتي، وخلي بالك بتاعت انا بس. كان عندنا عصفوري يا حبيبي وطار. لا ما طارش، ولو طار هنزله على جدور رقبته. ايدك. بقول لك ايه يا واد انت؟ فين؟ اسرق. انا جيت النهارده بس عشان اعرفك انك ما ينفعش في يوم من الايام تمسكني من ايدي اللي بتوجعني، فاهم ولا لا؟ فهم. والكلمتين اللي عندك اديك قلتهم وانا رديت عليهم، كده يبقى خلص الكلام، ومش عايز اوريك وش تاني عمرك ما تحلم تشوفه، فاهم؟ بقولك ايه، انا ما بقتش اخصك. خلاص ايه مالك؟ مالك؟ مفيش يا باشا. خلاص خلصتي؟ القهرة بس يا باشا. خليه بس يلمس شعرة منك، سيبهولي أنا بقى. دخل الحاجات جوه على الرخامة وحط جنبها كشف الحساب. حاضر يا فندم.
بولي لا ده اخويا الثاني حكم احنا اربع كوائل لسه فيه رابع الطيران يا فندم الله يخرب بيت بيتي يا فندم بيتي خطر خاف ناس مالك يا حبيبي الطابور الاولاني بعد 5 دقايق اول ما بنت الحلال هي اللي عامله فيك كده واهلها ناس طيبين وزي القمر يبقى انزل اروح اخطبها على طول هي بنت حلال واهلها ناس محترمين بس مش ده اللي شاغل دماغي زي ما انت فاكره امال ايه بصي انا احكي لك بتدي اول مره جينا الاسم قدمت بلاغ في واد صاير عندهم المنطقه حاول يعني يعتدي عليها واغتصبها تاني مرة قدمت بلاغ في ضابط عندنا واد ريما كده حاول اغتصبها ويستغل البلاغ الاولاني قام خطفها وطلع على التراب الحيوان حاول اغتصبها لكن هي ما سكتتش عورته في دماغه في ازاز العربية مشكلة بقى ان كل زيها بيعتبر ان انها تبلغ من حالات زي كده تبقى فضيحة بالنسبة لها فضيحة بجلاجل اللي محيرني بقى البنت دي صح ولا غلط يا ماما لا هي طبعا صح حتى لو كانت هتتفضح اكيد يا ابني مدام مظلومه يبقى اكيد ربنا هيخرس اللسانه كلها عنها بس بقى واجبك انت واللي زيك يا حبيبي انكم تقفوا جنبها علشان ربنا يجعلكم انتوا السبب في انها تاخد حقها بقول لك ايه انت وراك حاجه بكره بالليل يا ماما انتوا شوشيني ليه هو حد سمعنا لا اصل كنت عايزاك تيجي معايا مشوار كده أنا تحت أمرك يا قمر أصل مدام نبيلة يا ماما يا ناس حد يشيل مدام نبيلة من قدام أمي أنت عارف يا عادل أنت إيه مشكلتك أنت وأبوك؟ إيه يا عمر؟ إنكم توزنوا الناس بالكيلو مش فاهم يعني البنت الغلبانة دي بالنسبة لكم تسوى إيه وكام؟ أنا برضو بالنسبة لكم أسوى إيه وكام؟ حتى الراجل الكبار اللي طول عمره باشا بذمته وبضميره قبل ما يبقى بربته برضه بتوزنوه بالكيلو شوف عمر زي ما الباشا كبير بسلطته وبنفوذه انا ابويا كمان تاجر كبير بسلطته وبنفوذه وانت عارف كده كويس يمكن هو يكون طريقه تفكيره كده ويمكن يكون عنده حق لكن انا بقى غيره خالص لا بالعكس يعني البنت الغلبانه دي لو كانت تعرف ترد لك الألم 10 تفتكر كان ممكن يجي في بالك لحظة انك تعمل معاها اللي انت عملته ده. اولا يا عمر انا ما عملتش معاها حاجة ثانيا بقى بلاش بقى اولا وثانيا والكلام ده اسمها ملحقتش اعمل معاها حاجة عشان تفرق كتير قوي يا كابتن ماشي يا عمر تيجي نتفق على حاجة اتفضل حلو يا عمر تعالى نتفق ان محدش فينا كامل طبعا تمام يبقى ما تخليناش بقى نتعامل مع بعض من السكه دي كل واحد فينا عمر ممكن يغلط تحت اي ضغط بس انت ما كنتش تحت اي ضغط الا اذا كنت بتعتبر عدم الجواز بالنسبه لك ضغط ممكن يخليك تفكر تعوض ده في حته تانيه ماشي يا عمر هعديها لك وهعتبر انك ما بتتريقش وهرد عليك الموضوع ده عمر عامل زي ما يكون شفت طفل شكله حلو في الشارع أول ما شفته حضنته عشان تطبطب عليه وفجأة لقيت أمه بتصرخ وبتلم عليك كل الناس عشان افتكرتك هتخطفه ورباب بقى فكرتك بأنهي طفل بالظبط أنا بقول مثلا يا عمر رباب فكرتني بأغلى إنسانة شفتها في حياتي وعرفتها في حياتي أنا أول ما شفت رباب حسيت إن هي رجعت لي تاني بس الفرق بقى إن دي كانت لابسة طقم تنس دي كانت لابسة بلدي ولك يا عادل السكة دي مش هتنفع معايا سدها بحيطة سد وهقولها لك تاني يا عادل أنا مفيش حاجة ليك عندي المشكلة بتاعت البنت دي تخصها هي لوحدها ما تخصش حد تاني يعني لو اتنازلت أنا مفيش أي موقف هاخده ضدك أو معاك أما بقى مشكلة أبوك فدي برضو مش في إيدي أبوك هو اللي حط نفسه قدام الباشا الكبير يعني الباشا الكبير هو اللي لازم ياخد القرار سواء معاكم أو ضدكم بقولك إيه
انت جبت عربيه بدل ما اتسرقت؟ جبت يا عمر. طب كويس قوي، بس انا كنت خايف بصراحه اتدبس التوصيله، انت عارف يعني الدنيا زحمه بقى والقلق والبلد واليومين دول. سلام. حاضر. انا جايه اهو اللي على الباب. حبيبتي يا ميرفت وحشتيني. ازيك يا بودة؟ مالك يا بت؟ ازيك يا بودة؟ مش قادرة والنبي، الشقة تعبانة. أنا فاكراكي متشالة عادي، مال متهورة يا بودة. ألف سلامة عليكي. طب خشي على مهلك، على مهلك. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا بودة. معلش لا مؤاخذة، أصل بقالنا كتير ما شفناش بعض. ده سالك. سالك؟ سالك فين؟ ايه اصله ده؟ ايه يا بت؟ اسمه سالك. لا مؤاخذة بقى، القفية حكمت. دي بدرية، بس مصر كلها بتقول لها يا بودة. مصر؟ ربنا ما يوريك ضريبة الشهرة، بس ايه؟ كله بالحب. ومالك؟ مالك يا بت؟ مال رجلك؟ متعورة بس تعويرة جامدة حبتين. عين، عين عايزة تتفقع. رجلك عاملة ايه دلوقتي؟ بقت أحسن شوية؟ الحمد لله. ربنا يخليك ليا يا سالك. الله، ربنا يخليك ليا يا سالك. ده انت شكلك مسلك روحك مع البت على الاخر. ايه اصله ده؟ بس الله بس. تشرب ايه؟ عندنا شاي، قهوه، نعناع، ينسون ومنكر كمان. يا بنت اسكتي، مش قادره اضحك. مالكيش دعوه انت. تشرب ايه بقى عشان المنكر يعني؟ شاي، لو في شاي من عينيا. خدوا بقى راحتكوا على الاخر. ثواني واجيلكوا، اصل انا ربراريه. يا واطيه ايه الولاية دي؟ مزاكي مزاكي. الله صار مزاكي. الو يا زكوة. لا لا يا حبيبي، ولا يهمك خالص. ده انا اللي اسف والله ان انا مسهرك كل ده. هي الساعة بقت كام؟ يا نهار ابيض يا زكوة، ده انا تعبك معايا جامد يا معلم. ربنا يخليك. وصلت لحاجة طيب ولا ايه؟ بتفسح؟ ماشي يا زكي ماشي. لا يا حبيبي انا مش عارف اشكرك ازاي والله، تعبك معايا جامد. ماشي، هلا هكلمك طبعا. ماشي حبيبي، يلا سلام. سلام حبيبي. بيتفسح امريكاني، بيتفسح. يا إما ذكي بقى غبي، يا إما أمريكاني بقى ذكي. حبيبتي يا أم ميرفت، وهي دلوقتي في النيابة ولا في المستشفى؟ معرفش عنها أي حاجة. وأنت يا بنت اتجننتي؟ في حد يضرب روحه بالنار كده؟ افرضي كانت الطوبة جت في المعطوبة، كنت هتعملي إيه ساعتها؟ يو يا بودة بقى، أنا مفكرتش، أصلا قلبي وكلني عليها خالص، وحاسة كده بقى إن في ملعوب بيتلعب علينا وإحنا مش فاهمين. كلمت المحامي اللي قال لكم عليه اللي ما يتسمم أمريكاني ده؟ كلمناه. وقال لك إيه؟ ما بيردش. جربوا تاني، بس إحنا في الليل وآخره أكيد زمانته نام. كلمناه من بدري تلات مرات. يبقى أكيد بيملص. ما تضايقيش نفسك يا بت، بكرة أعرف لك الموضوع من أوله لآخره. ما تعرفيش هي راحت انهي نيابه؟ انا ما اعرفش اي حاجه، وهتجنن عليها. بعد الشر عليك يا بت، سيب الموضوع ده عندي. يا ريت، بس ازاي؟ شكلك كده بتنسى يا سالك. هي مش من شويه قالت لك ان كل مصر بتقول لها يا بودة؟ معاك حاجه تبات فيها؟ لا انا همشي بقى، لازم ارجع الفيلا اللي دي.
المهم بس ان انا كنت اطمن على ميرفت انها تبقى بعيده عن امريكاني ورجالته. انا طلبت شويه عشاء كباب وكفته كده، كل لقمه معانا واتكل على الله. لا لا بالهنا والشفا، فوتكم بعافيه، مع السلامه. الحمد لله على السلامة يا كبرنا. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمكم. ولا تلج أمورنا كبير. اجري روح هات لي الواد سالك عشان أغير ريقه على تعكيره، عشان يبقى يقفل التليفون في وشي ويستنطع وينام ويسيبني ملطوح في المطار ساعة من غير ما يرد عليا. واللي خلق الخلق اللي خليه يمشي يكلم نفسه على الحركة دي. مستني ايه يا قلق؟ ما تروح تندهله. السالك مش هنا يا معلم.